هاي جثة بالشارع وساعة 3 الصبح، لا دكتور ولا أحد ولا ماحود، ها أو مشمورة ومات هنا بالمستشفى. هاي جثة هامدة لا مضمد لا دكتور وساعة 3 الصبح، ها 3 الصبح ولا حد دارنا بال بهاي مستشفى الكندي، هاي مستشفى الكندي، هاي مستشفى الكندي، لا أطباء ولا كل شيء، ومات بالمستشفى وما يقولون ما يعطونا شهادة وفاة. هاي مستشفى الكندي، وش يريد يسوون؟ خلي يسوون. هاي مستشفى الكندي، خاف تقولوا مو مستشفى الكندي، هاي مستشفى الكندي، واخويا مات وما حد يطلع لي، لا دكتوره ماتت بسببه، عفت وراحت. هاي مستشفى الكندي يا عالم. فوضى، لا وزير صحة، ها العالم قاعد تموت، لا انسى كورونيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين والتي تمكنكم من إرسال الرسائل النصية اللي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع طبعا مثل ما شفتوا في البداية، هذا المقطع اللي عرضناه قبل قليل اللي يظهر وضع مستشفى الكندي في بغداد في العاصمة، وكيف أن هناك جثة هامدة لا أحد من الكوادر الطبية من كوادر المستشفى يتحرك للقيام بما هو واجب، دفن هذه الجثة أو إدخالها إلى الثلاجة أو يعني اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها من هذا المكان اللي هي متروكة به. الوضع اليوم عن الموضوع اليوم طبعا حيكون عن موضوع تفشي فيروس كورونا في العراق، الحديث من قبل بعض الصحف الأجنبية حول كيف أصبح العراق أو المستشفيات في العراق ناقلة للوباء وحاضنة للأوبئة، بدل أن تكون هي الجهة التي أو المكان اللي يتوجه للمريض حتى يتعافى ويتشافى من المرض اللي أصابه. وطبعا الموضوع الأهم وهو نقص التجهيزات، المعدات الطبية، كل ما هو يحتاج المريض للشفاء من أي إصابة إن كانت بكورونا أو غيرها. طبعا هناك نقص حاد في مستشفيات العراق بالإمكانيات الطبية والتجهيزات، ورغم الحديث عن إنفاقات بالمليارات من الدولارات إلا أن وضع الصحة في العراق هو وضع منهار تماما. دعونا نشاهد هذا المقطع لرجل حقيقة يجهش بالبكاء، يحتاج إلى تبرع بدم من فصيلة معينة أي زائد كما يقول في المقطع لإنقاذ أخيه المصاب من فيروس كورونا طبعا، لكن لا يوجد في المستشفيات دم، والبلازما غير متوفرة، وطبعا هناك أزمة في موضوع البلازما في العراق ليس فقط في بغداد وإنما حتى في البصرة وغيرها من المحافظات. ونسمع خلال هذا المقطع أيضا عملية ابتزاز قمة حقيقة في الدناءة من صاحبها عندما يطلب مال من أجل التبرع بالدم، وطبعا همي اللام لأن الحكومة هي اللي تنلام على الوضع الصحي المنهار في العراق. دعونا نشاهد. هذا اللي الله نزل علينا وحق الإسلام وحق هذا الدين اللي نزل علينا، يا ناس يا أهل الغيرة يا أهل الغيرة، يا ناس وينكم يا ناس وينكم؟ صار لنا 5 ايام ندور دم، اي زائد 200 سي سي ما حد ينطيه، اي زائد دم بلازما، قاعدين دم بلازما لاخويا. الله يشافي كل مرضاكم يا ربي. يا ربي الله يشافيكم يا اخواني يا عراقيين، يا غيرتكم وين غيرتكم؟ وين اهل النشامه؟ وينهم؟ وين اهل النشامه؟ يا غيرتنا يا غيرتنا، اخويا ديابوت اخويا ديابوت وماكو علاج له، يقولون الا تجيبوا البلازما يجوز يصير زين. يا ناس خبرنا واحد شخص يقول يريد 40 ورقه 50 ورقه، انا من اجيب له هذا الفلوس؟ من اجيب له؟ من اجيب له هذا الفلوس؟ اخويا الله يا ربي، وين اهل الغيره؟ اهل الغيره ويكم اهل الغيره؟
من أهل كركوك أخوي حسين، أخوي أخوكم العراقي هذا. يا ربي وين أهل الغيرة؟ والله غيرك هواي للناس. يا ناس يا حبيبي يا ناس، وأنا رايد 200 سي زي دم، شو تريدون؟ خذوا روحي لكم، بس انقذوا أخويا، انقذوا أخويا، الله الله ينقذه ورا، الله ينقذكم يا ربي. جاع القرآن هذا. يا رب أهل الغيرة وينكم؟ يا ربي وينكم يا رب؟ أهل الغيرة رايدين 200 سي سي دم بلازما، الدكتور يقول جيبونا هذا بكج يصير زين. أخويا وضعه مو زين، مضروب فيروس كورونا. يا ناس المستشفيات تعرفون أنتم شنو هو، ماكو داعي أحكي هاني يا ناس. طبعا شاهدنا هاي المأساة واستمعنا إلى هذه الكلمات، ورجل حقيقة منهار وهو يبكي على أخيه. الوضع بالعراق خاصة بالقطاع الصحي وضع مأساوي، والناس دا تخاف أصلا تروح للمستشفيات، لأنه قامت تخاف من المستشفى، أن المفروض اللي هي الجهة أو المكان اللي يشاف الناس، قامت تخاف تروح لها لأنه ممكن تطلع مصابة بالفيروس إذا كانت ما بها شيء، أو ممكن تتوفى كما حدث الموضوع مع الكابتن أحمد راضي وكذلك الكابتن علي هادي، وهاي طبعا شخصيات كثيرة، فقط ليس فقط هذين الشخصين أصيبا ودخلا بحالة عادية، خرجا متوفين، والموضوع طبعا ينطبق على كثير من الحالات الأخرى. معنا السيدة أم مريم من الفلوجة، تفضلي. أستاذ والله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا استاذ عمر. والله هاي الحاله يعني بكتنا، احنا بكتنا يعني، الله يساعد الحكومه يعني ما تبكي، احنا بكتنا يعني، يعني ما نقدر حتى يعني نشوف هذا بالتلفزيون هيك صايح يعني. الله يكون بعونه، واللهم يعني يعني الحكومه هاي يعني يعني يعني, يعني ما استعزت من شافت هذا يعني الولد اللي يبكي على اخوه يعني، ما عندهم هم اهل هيك يبكون على بهاتهم ابنائهم هيك يصير بهم، حسب الله ونعم. هاي حكومه خاينه، حكومة خائنة يعني، لا تضحك على المواطن، لا تضحك على السجين، لا تضحك على هذا، ويعني وين تضحك هاي الحكومة؟ ما ادري شنو الحكومة هاي، هاي حكومة إيرانية مو عراقية، مستحيل العراقي يعني قلبها على هذا. هسه من يقول من يصيح ويبكي يعني، يعني والله احنا هسه احنا نساء يعني، أنا مرة هسه قلبي يعني قام يوجعني علي، مستعدة يعني هسه أنا مستعدة لو يجيني أنا أنطي دم أتورع له. ما معنى هم الحكومة هاي؟ شنو الحكومة؟ ما أدري. الحكومة ظالمة يعني، يحسون بالفساد، هم ظالمين يحسون بالفساد يعني. ليش الحكومة ما مجهزة، أو وزارة الصحة ما مجهزة نفسها لهاي الحالات، ما يكون عندها بنك الدم موجود دائما مليء بالتبرعات أو بالعينات يعني الموجودة اللي يستخدموها؟ يعني لازم مريض دم يعني. أنا هسه لو يعني هم لو قابل جاي ما عاد باقي دم، أنا أروح انتبرع للمستشفى. مثلا عندك مستشفى فلوجي هم هيك حالات تجي لي، مستشفى الجرمة يعني، هذا الجرمة هم يعني مرات تجي حالات دور دم، بس الناس يعني تنطق يعني. نعم. مو هنا يعني يعني قطعة الرحمة يعني، هاي ماكو رحمة، مو إنسانية، هاي ما صاير كارثة عظمى هاي يعني. نعم. حتى الله جاب عليهم المرض لأنهم فاسدين، فاسدين. الله بيك يضرب حجارة يعني، ضربهم ملتقين يعني، أنت من هذا المرض ما ضرب. داد وين هاي الفلوس يا أم مريم؟ وين هاي الفلوس اللي انصرفت على اللي قالوا إن هي انصرفت على قطاع الصحة؟ وين هاي الفلوس؟ من قام يطلع بريطانيا مدواني يودي نص الأملاك هسه شوفاي يعني، عندك المناطق يعني هم ماخذين محلات، ماخذين يعني سوق تجاري، ماخذين فشي يعني بيشتغلون بين ما قاعدين. نعم. عندك يعني هسه مثلا دور الوزراء. نعم. كل هيك يعني، يعني بالأردن مدوان يعني، عادي المواطن شنو حاله يعني. نعم. المواطن يقول له حسب الله ونحن الوكيل عليكم يعني، شوية المواطن يعني فقير ويحتوا لك بالفساد يعني، انتوا بالدين عم تحتون بالفساد يعني. يعني عندك هسه يعني يعني جهاز ما تقدر توفر جهاز، انت حتى لو تجي على الدك الوجوب على بابها ينطيك، ما يصير هاي يعني، حرام هذا. نعم. يعني جهاز هذا البارحة احمد راضي وهذا لاعب كبير كل بيت تخبلت عليه يعني، جاي احمد راضي يعني وهيك يعني على الجهاز يعني توفر خطيه. نعم. الله يكون نتمنى له الصحة. نعم. استاذي ونطلب من قناتكم يعني على السجناء يعني، هاي هم يعني كارثة عظمى بالسجناء. عندك. نعم. سجن الرصافة وعندك سجن المطار، هم يعني لا أجهزة ولا دواء ولا علاج يطب لهم يعني. هسه هم عليك بيفتحون الحصار وخلونا نطلع عليك يعني، يودي لهم علاج، يودي لهم شو اسمه. نعم. دواء. شنو السبب اللي ساعدينا يعني؟
يعني ما عاد هم حاكين عينه ما حد وما يصير بالمستشفى ما مطري يعني ما تخلون الشعب يطلع هو يحير بنفسه هو يشتغل ويحير بنفسه يعني حكومة فاشلة فاشلة هنا وما تري هالشارة إيرانية يعني شو يقولون هم إيران ها هي والله عندهم إيران يعني ترحم الشعب مو مثلنا السعودية كلها طيب. ترحم الشعب بس العراق يعني العراق كارثة طيب. ما تريدون نقول اطلعوا اطلعوا خلينا نطلب اللجوء لاي بلد نطلب لا اللجوء. لا يا ام مريم هذا مو الحل ام مريم ام مريم الدخيل نعم. الدخيل على البلد هو اللي يطلع مو ابن البلد اللي يطلع ابن البلد المفروض ما يعرف بلده وش نسوي يا استاذ الحكومه يعني الحكومه هنا يعني دافت بالشعب وين تجي الحكومه تحكي لك على الفساد وتحكي لك على الكتمة يعني المفروض الحكومة تسكت ما تحكي بالفساد لأن هي فاسدة يعني أكو جهاز ما تقدر توفر الحكومة جهاز الأموال راحت النفط القبل يعني تجي على المواطن تجي على المتقاعد تجي على الموظف تاخذ منه يعني تسحب يعني الحكومة قامت تسحب يعني طيب أنا أشكرك يا سيدة أم مريم شكرا جزيلا كنت معنا من الفلوجة اليوم وزارة الصحة طبعا أعلنت عن الحصيلة الجديدة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق 67 حالة وفاة في العراق اليوم و1808 إصابات جديدة بالفيروس خلال يوم واحد طبعا في عموم العراق الوزارة أكدت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 32,000 إصابة 32,676 إصابة بينما ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,167 حالة وفاة وأشارت إلى وجود 222 مصاب في العناية المركزة وطبعا دخلوا إلى العناية المركزة بسبب تدهور الحالة الصحية من البدايات لما كان العراقيون يحذرون الحكومة من الاستمرار بفتح الحدود مع إيران إيران كانت بلد في بداية ظهور الفيروس بلد من ثلاث بلدان تعتبر مراكز للأوبئة في العالم الصين وإيران وإيطاليا ما كان أحد يسمع من حكومة عبد المهدي كانوا يتفرجون على الموضوع وتاركين الموضوع يا أما بإرادتهم أن الحدود مفتوحة أو بفقدان السيطرة على بعض الحدود اللي مسيطر عليها الميليشيات والناس تناشد واللي يا جماعة الإيرانيين ترسوا البلد ترى الإيرانيين موجودين وطبعا ما حد يسمع وطبعا هاي النتيجة الإهمال المتعمد اللي اتبعته حكومات ما بعد الاحتلال مو بس اليوم ولا على موضوع كورونا الموضوع مستمر منذ البداية منذ الاحتلال لأنه القطاع الصحي في العراق قطاع منهار تماما وهاي النتيجة اليوم نتيجة انهيار القطاع الصحي دا نشوفها بهاي الحالات بموضوع فيروس كورونا أو أي مرض آخر أو وباء يصيب العراقيين دا نشوف النتائج نتائج الفساد نتائج العمالة للآخرين نتائج الانقياد من قبل دول أخرى هاي نتائجها على العراقيين بغض النظر من يحكم من أي جهة من أي طائفة لم يقدم خير للعراق والعراقيين القطاع الصحي هاي مأساة إنه دم ماكو دم بلازما تأخذ من الدم ماكو لعلاج المصابين طبعا وين بنك الدم وين إجراءات الدولة وين إجراءات وزارة الصحة في الحفاظ على مخزون استراتيجي للدم في بنك الدم لا يوجد وطبعا المعدات الطبية حدث ولا حرج والآن المستشفيات أصبحت أماكن للأوبئة لنشر الوباء وليس لعلاج الناس من هذا الفيروس السيد أبو أحمد من الفلوجة تفضل يا أبو أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد روكاني الحلبوسي رئيس البرلمان كان لاعب مال طوبة وهو كان استاذ ماله أحمد راضي يعني كان يتوسل يعني يشوفه ويتوسل يشوفه بس يشوفه كان يتمنى يخليه يعني منصب او يشوفه كان لا هو بالقرمة هو من هالفلوجة من هالقرمة هو طيب زين واصابه بهذا المرض مع الاسف عليه يعني لا عانى ولا شافه وسمع به هو لا سمعنا من محمد روكان قال هذا احمد راضي صاب بهذا المرض ولا قال يعني هيك لاعب يعني خسرناه نعم. يعني فرح المواطنين يعني العراقيين كليته وبكى الاجانب والعرب نعم زين
زين مع الاسف يعني عييت يعني مع الاسف زين نعم زين وابد يعني ما سمعنا من عنده حكايه ولا طلع بالتلفزيون ولا حكي ولا سولف. طيب ولا احنا بغض النظر عن هذا الكلام يا ابو احمد، احنا حضرتك شو تشوف هسه وضع المستشفيات بالعراق؟ يعني الواشنطن بوست هي صحيفه امريكيه، بس اسمح لي خلي اكمل لك. الواشنطن بوست صحيفه امريكيه تقول بانه المستشفيات في العراق اصبحت هي اللي تنقل الوباء للناس. ليش وصل بينا الحال انه المستشفيات اللي هي اماكن العلاج هي اللي اصبحت تسبب المرض، هي اللي تنقل المرض للاخرين؟ تنقل المرض للاخرين. السبب من هو؟ السبب الحكومه والسبب وزير الصحه. ويعني يكذبون على العالم، والله جبنا لكم علاج وجبنا لكم فلان شيء وجبنا لكم هيك يعني وانطيناكم هذا، وكله طلع كله كذب وكذب. زين نعم. وكل سبب الحكومه مالتنا ويوميا مسوي لنا اياها. والله بعد لنا 10 ايام ها نفتح لكم الحظر، بعد 10 ايام الله وكيلك ومحمد كفيلك ننطيك اياها عهد من عندي سنتين ما يفتحون الحظر ولا يفتحون الحظر. الله جابها شو حكايه مال واحد يعني هيك. والله والله ما يفتحون لنا بعد سنتين. نعم. والحكومه مرتاحه لها هاي الشغله. وهي رادت هاي الشغله. هم ما يريدونها وما يريدون يفتحون الحظر على الانبار كليتها ولا العراق كليتها وما يريدونها. ليش 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 يريدون العراق يظل تحت الحظر؟ جتهم يعني شو اقول لك، لو حظهم لو حظنا. يعني هم كيفين على هاي الشغله، هيك مرتاحين لها. يقول لك يروحون 100 يجيبون 200 300 400 خلي يروحون ها هي زين وكيفين على هاي الشغله ومرتاحين لها ومستانسين لها ولهم احسن علاجات يعطونهم والعالم شوف خل اقول لك الناس هسه عيني نعم ابو العماله ابو الشتوته الهذا يقول لك والله يضل 14 نوب يوم لا تطلع للشغل زين هذا شاكل ياكل طابوق ياكل حو طيب شاكل هذا بس قل من تحجر 14 يوم بالبيت وهو ما عنده ياكل بالبيت ما عنده يعني حتى الحصه التموينيه ما تعطيه اياه. طيب هو الشاكل هذا. انا اشكرك يا ابو احمد من الفلوجه وضحت الفكره، ويانا ابو الحسن من بغداد. تفضل يا ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد. احييك واحيي قناتكم البطله التي تنقل ما يجري بداخل العراق. الله يسلمك. اخي محمد، بالنسبه لفيروس كورونا، اولا شخصوه اطباء عراقيين، بالتالي احنا نشوف لو موجودين الاخصائيين العراقيين اللي قبل الاحتلال قبل 2003 ممكن ان ينتهي هذا الفيروس، لانه كانت كفاءات علميه واطباء اختصاصيين بكل الامراض. ابو الحسن ابو الحسن سيد ابو الحسن، حتى لو حتى لو كان عندك اعظم الجراحين والخبراء والدكاتره والاطباء بكل الاصناف وبكل التخصصات، ما راح يقدر يشتغل بدون معدات وبدون تجهيزات. طبيب بشر مثل يعرف، لكن يريد معدات، يريد ادوات تساعده. شلون يقدر يشتغل هو طبيب؟ شلون يشتغل وما عنده جوائده الاداه اللي تساعده على العمل؟ استاذ محمد، اولا كثره الفساد الاداري والمالي في الدوله العراقيه ما بعد الاحتلال، هي مو دوله وانها دوله ميليشيات. لانه كانوا قد ما الميليشيات تتجاوز على الاطباء يضربون الاطباء، اولا هجره، اثنين عدم وجود المعدات والصرف الى وزاره الصحه حتى يتمكنون من استيراد اجهزه حديثه ومتطوره لكي يعملوا بها الاطباء الاخصائيين. نعم. واحنا بسببها الاقتصاد العراقي تدمر، ونتيجه تدمير الاقتصاد العراقي الان الوباء كثر بسبب الفساد وعدم وجود الالات او الاجهزه المتطوره لكشف هذه الوباء او هذا الفيروس. بعدين ايضا فتح حدود العراق مع ايران. نعم. هو الوباء جانا من ايران، من ايران نتيجه الاحتكاك ونتيجه التماس
مع الإيرانيين أخواننا اللي موجودين بالعراق. نعم. نشوفهم بالزيارة، زيارة الأربعين أو زيارة الإمام الكاظم، نشوف الإيرانيين بكثرة في المراقد الأئمة، وبينما يفترض أنه يشدون الحدود حتى عدم كثرة الوباء في العراق. نعم. يجوا على سدة الحصوم، هم أصلهم أكثرهم متجنسين جنسيات غربية وأجنبية بالإضافة لهذا كانوا في إيران، فكيف يمنعون إيران من هذا؟ يعني يستوردون نبض ب 80 مليار دولار. طيب. لكشف هذه الأمراض، وبالتالي هذا الفساد كثر من الوباء والفيروس في العراق. بعدين لو يريدون وزارة الصحة والحكومة ما تسمى بالحكومة الاحتلال السادسة، إنه كان يقدرون يحصرون العوائل في بيوتهم ويجيبوا لهم سلات غذائية ويعطوهم مصرف حتى لا يصير تماس مع الفرطة، وبالتالي نتيجة الركود في البيوت راح ينتهي الفيروس وممكن أن يسيطر عليه وزارة الصحة والأطباء. نعم يا أبو الحسن، وضحت الفكرة. نعم أنا أشكرك يا سيد أبو الحسن، كلام سليم. لو كان هناك إجراءات وقائية تتبعها الدولة في التباعد الاجتماعي، في إغلاق الطرق، إغلاق الحدود طبعا، العزل، وطبعا توفير مثل ما تفضل السيد أبو الحسن وقبل أبو أحمد بن الفلوجة، توفر للناس اللي حيقعدون ببيوتهم، الفقراء المحتاجين، توفر لهم الأكل، توفر لهم المستلزمات اللي يعيشون عليها، المي والأكل. ما كان أحد طلع من بيته، ما كان الناس اللي ما عندها طلعت وقامت تدور على شغل في سبيل أنه هي تعيل العائلة اللي تحت ذمتها. ما كان الناس اللي شفناهم يطلعون ورجعوا فتحوا محلاتهم يستمرون بهذا الشيء، لأنه كان الحكومة ممكن تكون موفرة لهم. لكن بالعراق ما صار هذا الشيء، والناس كتلها الجوع، يفرضون حظر تجوال وما يوفروا له أكل، طيب وين يروح؟ هذا الشيء أيضا منطقي أنه إحنا نسأل هذا السؤال ونطرح هذا موضوع، لأنه شو يريد يسوي؟ يعني يشوف أهله وأطفاله وزوجته يموتون من الجوع قدامه ويظل يباوع عليهم؟ يقول لك أنا هيك ميت وهيك ميت، أطلع أدور على رزقي وأعوف الباقي يم الله. ناس هواية بالعراق تفكر، لأن عندنا عدد من الفقراء ومنهم تحت خط الصفر، تحت خط الفقر بالملايين، والحكومة مو ليست فقط حكومة مصطفى الكاظم، هو ما صار له شهرين، لكن حكومات ما بعد الاحتلال اللي سارت على نفس النهج هي اللي أوصلت العراقيين إلى هذا الحال المأساوي. السيد أبو زكريا من كركوك تفضل. الله يحفظك أستاذ محمد، الله يحفظ قناتك، والله يحفظ العراق من هذا الوباء، وباء القاتل الكافر ما إلى شارع. بس أنا عندي عتب على الحكومة من 2003 لحد هذا اليوم. نعم. ما فكروا بيش يوم يجيبون يعني أدوات صحية، الوباء هذا العراقيين يعني أدولا أنه سياسيين ابن محمد، والله العظيم كل ما أفكر أدولا ما يفكرون بالعراقيين. نعم. اللي يفكرون بنفسهم بسرقاتهم. يعني شو أقول لك ابن محمد، أستاذ محمد أنت أستاذ راسي قناتكم على الله يسلمك. والله العظيم بس أريد أدولا هذول السياسيين قاعده وجو من ايران وجو من امريكا. نعم. من بريطانيا، يعني ما فكروا بايش يوم وباء كافر قاتل الشعب العراقي. بس يجوي يبون فلوس، لا الجو لا ادويه لا ادويه لا شيء ما سووه. شوف هذا الشايب طلع من كركوك يقول اخوي يموت، يجى شويه دم يجى شويه اي شيء. يعني شلون احنا بعد نعتمد على هيك حكومه؟ نعم. يعني الشباب اللي طلعوا اليوم صاروا 7 شهور 8 شهور بشوارعنا هنين، الحكومه بس بوت حرام. يعني وسؤال الثالث يا ابني محمد يا استاذ محمد، نعم، ليش بس الشعب العراقي يصير في كورونا ومرض وقتل وذبح وانفجارات؟ هذول السياسيين الملعون الواجهين ما يصير بهم شيء. شلون نسمع علينا؟ لعنة الله عليهم،
على إيران، على أمريكا، على إسرائيل، تجابونا نعلكم على كل واحد جاكي كم من كم. شكرا يا أبو زكريا. أبو زكريا نتحفظ على التجاوزات ومرفوضة طبعا رفضا قاطعا، وأنا أشكرك للمشاركة وأتمنى بس تسيطر على أعصابك بالأيام الجاية. أبو فيصل من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك الحمد لله. تحية لك الجناب وتحية للغناء وتحية لكادرها وتحية للشعب العراقي. الله يسلمك. أستاذ محمد بالنسبة للفساد بالعراق يظل هذه الطبقة لن ينتهي إلا بسقوط هذه الطبقة الفاسدة، هذا النظام الإيراني. وبعدين احنا جماعه حقيقه البرلمانيه استاذ محمد ولكم انتم رسمتم عارفين كاظميكم ما ابو حظ ولا ابو جايبينه على وجه الشعب شنو لا يحل ولا يربط رجال طايح حظه ما ابو حظ هيرف تابع للميليشيات ما يقدر قمصوه من اول يوم قمصوه الفياض والجمره هذه الايرانيه قمصوه وياخذ لهم تحيه وعلى اساس رئيس من طيح الله حظه رئيس الوزراء وتحيه للشعب العراقي. يلا ماشي اشكرك يا سيد ابو فيصل من السعوديه، نتمنى انه بس الناس تحافظ على السيطره على اعصابها شويه وبلا تجاوزات، احنا الموضوع نريده يكون نقد بناء بدل ان يكون في تجاوزات بغض النظر شنو الوصف، حتى لو كان هذا الموضوع او هذا اللفظ ليس بتجاوز كبير لكن هو ايضا يدخل في هذا الاطار. طبعا عندنا مصيبة من المصائب اللي بسبب الفساد وبسبب فقدان الأهلية للمسؤولين اللي موجودين في وزارة الصحة أو في العراق بشكل عام من السياسيين وغيرهم فاقدي الأهلية في كيفية إدارة الدولة، نراهم طبعا يتخذون هكذا قرارات. شنو القرار؟ لجنة الصحة والبيئة النيابية قالت إن عقار روسي استوردته وأقرت استخدامه وزارة الصحة لم يعتمد من منظمة الصحة العالمية، لم يعتمد. عضو اللجنة قال أنه شراء العلاج الروسي الخاص بفيروس كورونا ينبغي أن يكون معتمدا رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية لتجنيب العراقيين أي مخاطر مستقبلية، وأكد أن من العلاجات العالمية التي تعاقدت الوزارة سابقا على شرائها لم تجني ثمارها. الملخص بهذا الموضوع أن هذا العقار الروسي قد يكون بآثار جانبية، أولا قد لا يكون أصلا هو العقار الشافي من هذا الفيروس، هو غير مصرح له من قبل منظمة الصحة العالمية، غير معترف به بعد، وجابوه من روسيا لاستخدامه على العراقيين، وكأنه العراقيين الفئران تجارب أو مختبرات حتى يجربون بروس العراقيين هاي الأنواع من الأدوية اللي الله أعلم شنو ممكن تكون بها آثار جانبية، من اللي فحصها، من اللي يعني الاعتماد على روسيا، ليش هي روسيا مثلا شنو واصله لهي المرحله حتى تقعد تصدر هاي الادويه بدون ان يخضع الى المعايير والشروط الدوليه والعالميه خاصه من منظمه الصحه العالميه، شلون تجيبون هذا الدواء بدون ما يخضع الى هذه الشروط والمعايير وتنطبق عليه بعد ذلك يتم استخدامه الى العراق وجلبه لاستخدامه على الناس والمرضى. هذه طبعا ايضا من الكوارث اللي تدخل في قطاع الصحه في العراق وغيرها طبعا مواضيع كثيره حقيقه وصفقات فاسده كثيره تم عن طريقها سرقه اموال العراقيين تحت ذرائع كثيره. يعني وزيره الصحه السابقه عديله حمود اللي دمرت القطاع الصحي في العراق وارتكبت حقيقه من المفاسد يكفي لادخالها الى السجن لمئات السنين ولم تحاسب ولم يحاسب أحد. متى سيحاسب هؤلاء الذين يتاجرون بالدم العراقي بدون أدنى وجه حق ولا توجد لهم أي محاسبة أو معاقبة قانونية وملاحقة؟ وين القضاء من هذه الصفقات؟ يعني شنو دواء غير مصرح به دوليا أنه يتم جلبه إلى العراق لتجربته على العراقيين؟ قد تكون بآثار جانبية، قد تقتل المريض، قد تكون من الآثار الجانبية أو الأعراض الجانبية لهذا الدواء ما هو يفاقم من مأساة ومعاناة المريض ومرضه، لكن ويا من نحكي. طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
السلام عليكم. يسفني أقول لكم بأنه خزين البلازما الموجود بمحافظة البصرة بدأ ينفذ تماما. البلازما اللي أخذناها من كم متبرع ألف شكر لهم والله يجعلها بميزان حسناتهم، قدرت تعبرنا هواي حالات كانت خطرة. يا ريت كل إنسان ما تبرع وصار له أكثر من أسبوعين من بداية المرض، أسبوعين لأربع أسابيع يعني، يحاول يتبرع هسه وين؟ مستشفى التعليم اللي بالبصرة، لأن بصراحة احنا بحاجة لهذا العلاج وجدا مفيد للمرض. ما راح تخسر أي شيء، يأخذون منك شيء بسيط من الدم يفلترونه ويرجعون الدم منك. يا ريت الكل يسوي مشاركة لهذا المنشور في محافظة البصرة، احنا محتاجين فد نوم للبلازما. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا سمعتوا هذا الكلام، هذه مناشدة أخرى لموضوع نقص الدم والبلازما في مستشفيات في أو محافظات مختلفة في العراق. هنا أيضا يعود الموضوع على دور وزارة الصحة في تأمين بنوك الدم لديها في كافة المحافظات لدعم المستشفيات بهكذا أزمات أو عند الطوارئ. طبعا لا اكتراث للطوارئ، لأنه غير مستعدة الوزارة وغير مستعدة الحكومة لهذا الوباء، لم يكن هناك اتخاذ خطوات صحيحة من البداية للسيطرة على الوباء وتركوه ينتشر. وطبعا نقول أنه الإحصائيات اللي تعلنها وزارة الصحة هناك غيرها آلاف. مشاهدينا الكرام، ناس بالعراق هسه فهمت الوضع وشافت أنه المستشفى اللي يدخلها الشخص أكو احتمال كبير أنه ممكن يطلع منه متوفي، لأنه لا أجهزة ولا معدات، واحتمال كبير يفاقم هذا الموضوع من حالته، وبالتالي الناس بدأت تتجه إلى عزل نفسها في البيوت عندما يشعر الشخص أنه هو مصاب. إحدى هذه الأمثلة من مصادر في العاصمة بغداد، طبيب حجر نفسه في بيته، طبيب لأنه هو يؤمن تماما أنه إذا ذهب إلى المستشفى ربما قد ينتهي الحال به بالموت. عزل نفسه في البيت وخلص، يعني قعد قفل الباب وانتظر الوضع ويتعامل ويا نفسه باللي يقدر عليه، هو طبيب. فما بالكم بالإنسان العادي، شنو اللي ممكن يدبره؟ هذا الموضوع طبعا نتيجة الكوارث اللي حلت بالقطاع الصحي والإهمال. مستشفى الكندي تابعتوها قبل قليل، يعوفون الجثة بالهواء الطلق ولا يوجد كادر طبي يتحرك لأخذ هذه الجثة للتصرف معها بالشكل اللائق والصحيح. السيدة أم عباس من النجف، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كويس، اهلا وسهلا، الحمد لله. رحم الله والديك. ليش العراق صار بالعراق تدهورت حالته؟ يعني السياسيين لو ماشيين عدل، يعني العراق صار به هيك تدهورت حالته؟ يعني هسه هذا اللي طلع يريد دم الاخوه، والله العظيم انا من يمي انقهرت، من يمي يعني قبيت نار، يعني انا لو والله من عندي انا انطي. ليش العراق هيك تدهور؟ نعم. يعني السياسيين ما مشوا عدل. نعم. والله العظيم يعني هاي الناس قاعده بالبيت شو تسوي؟ يعني مين تاكل؟ مين تشرب؟ صحيح. زين انا هاي انا عندي غده سامه، والله ما عندي اعالج نفسي. نعم. والله العظيم ما عندي، وهذا رجعت فيها بالسجن، هيك شفتوه موت هنا على 6 سنين حكمه، والله ما عندها تاكل. يعني انا هيك اترجى الكاظم يطعف عام الناس كلها، والله الناس جاي تموت، بالسجن جاي تموت. نعم. يعني عذبهم عذاب ما طاير. نعم يا ام عباس، الله يكون بعونك. أنا أشكرك يا سيدة أم عباس، وضحت الفكرة. معنا السيد أبو كريم من الفلوجة، تفضل يا أبو كريم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أعز نفسي وأعز العراق باستشهاد اللاعب الكابتن أحمد راضي. نعم. وهذه الحكومة يا أخي أستاذ محمد. نعم. والله ما عندنا حكومة. احنا من البدايه من 2003 لهذا اليوم ما نسميها حكومه، ميليشيات وما عندها حليم وما عندها فهم وما عندها اي 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 مطالعه بالقضايا الانسان والشعب كله. نعم. هم همهم ياخذون ويودون لايران. العميل الامريكي يطل الامريكي والعميل الايراني يطل ايران. هذه مجرد هو ياخذ ويودي. هو وياهم بالنص على الفتوى مالته. نعم. احنا بيا حال يا استاذ محمد، نريد من الله ومنكم من هناك تساعدونا. احنا شلون الامور صعبه علينا حيل، هنا صعب، ماكو عمي، ماكو حكومه، دوله كلهم عصابات. يعني هسه هاي من جانبهم جدي، هم قاعدين رجل على رجل بالشيء والشعب
الشعب تمهبل انه ازداد القاط قاطين، كان بوحده صار باثنين. نعم. يعني ماكو حل، ماكو حل، احنا نضل ويا ذولي، يعني ذولي كيفون يذبحون الشعب كليته. يعني ينطونا سم مو ينطونا دواء. والله سم يجيبون من ايران، والله اقسم لك بالله ابن اخويا. نعم. صارت بانفلونزا قبل سنتين، راح ضربوه ابره مات بمكانه. اقسم بالله. نعم. هذه مو حكومه ما تعرف شنو من احنا وياهم عداوه صار 40 سنه، ومن قبل من زمن سيدنا عمر عليه السلام. هذول يعني عصابات مجرمه. احنا نفكر بهم ذول حكومه؟ لا والله ما نفكر بهم يا اخي، وكل الشعب ما يريدهم اقسم بالله. بس قوه شو تسوي؟ لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وان شاء الله يخلصنا من عذوب الكورونا، هي تنتقل بهم باذن الله. انا اشكرك يا سيد ابو كريم من الفلوجه، شكرا جزيلا لك للمشاركه ويانا. السيد حسين من فنلندا، تفضل يا حسين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اخي حبينا نشارك بهذا البرنامج بخصوص فيروس كورونا. نعم. هنا اكثريه العالم يعني مو بس يعني يطلعون العالم ما عندهم مشكله، بس اكو اعتناء بالشخص. نعم. يعني يقدر يلبس كفوف، يلبس كمامه، ماكو مشكله، يطلع يروح ويجي، بس اعتناء بل اكو معقم، اكو كمامه يلبسها. هذا الكلام يمكم في فنلندا. هذا موجود في فنلندا، يعني ما صار عندنا حظر تجوال 4 أيام بس بالعاصمة، بس بأغلب بالمناطق العادية ماكو مشكلة. أبو سيد حسين، الفرق بين العراق وفنلندا مليون سنة ضوئية، يعني إحنا ما نقدر نقارن نقول إنه بالعراق إذا لبسوا كمامة وشفوف حيخلصون من الفيروس، لأنه إذا انصابوا المرضى بفنلندا عندك أنت جيوش من الأطباء ومعدات تكنولوجية وطبية حديثة متطورة تقدر تعالجهم، لكن احنا بالعراق ايش عندنا؟ هناك يعني انت هاي هماتين بخصوص وزارة الصحة، هي المفروض هم توفر هذا الشيء يعني. وعلى العموم يعني سمعت انا هماتين من خلال برنامج اكو هواي من الصيدليات والدكاترة يبيعون كمامات بفلوس، هنا كلها مجانا. يعني احنا يا سيد حسين اذا ندخل بمقارنه يعني حنحرق قلوب الناس على اللي حيسمعوه على التطور والنظافه واللي الحياه اللي يتمتع بها والصحه اللي تتمتع بها اغلب الدول بالعالم، الدول المتطوره طبعا المتقدمه، فنلندا واحده منهم طبعا. فهذا الكلام حقيقه بالنسبه لنا كعراقيين يعني نتحسر عليه، بس انه احنا نظل نسمع شكوا فنلندا وشكوا بالسويد والمانيا وامريكا وغيرها، لكن بالعراق احكي لي احنا ليش وصلنا الى هذا الحال؟ وين الفلوس اللي صدعوا رؤوس الناس بها وصرفنا المليار الفلاني على الصفقه الفلانيه وكذا مليار على الصفقه الفلانيه؟ وين هالفلوس واحنا يوميا نشوف ناس تدخل للمستشفى وتطلع جثث؟ ما احب ادخل بهذا الموضوع، لان اذا ادخل بهذا الموضوع تمام. هو أنا بالعكس أنا يا سيد حسين، أنا بالعكس أريد أسمع منك أنت صوت من أصوات العراقيين. هدف الاتصال من حضرتك حتى أسمع منك بخصوص موضوع الحلقة، شنو السبب برأيك أنه هيك وصل الحال بينا؟ وين فلوسنا اللي دا تصرف بالمليارات اللي تقول الحكومة أنه هي دا تصرف وما دا يشوف منها العراقي أي شيء؟ مو هي الحكومة أول شيء إحنا نحكي رقم واحد اللي هي الأحزاب، رقم الثانية اللي هي الميليشيات، هذا ختم الحكي. نعم. اي فهم هذول اهم نقطتين اهم من الشعب العراقي كله. هسه الشعب العراقي يبقى لو بس 5 ملايين هم يقدرون يوفرون لهال 5 ملايين ال شو اسمه مستلزمات المعيشة والحياة الكريمة والقطاع والوضع الصحي، الأدوية، مستلزمات المعيشة، هذا كلهن. نعم. خاصة هاي عندك الطبقات الوسطى. زين هو هنا الحكومة تعطي للمواطن بالشهر 5 ورقات، ما يعادل عراقي 600. هاي المن تعطي هاي الخمس ورقات؟ فنلندا تعطي لكل شخص قاعد عن العمل
مجبوره تعطي 5 ورقات لكل شخص قاعد من العمل. انا بس اسالك سؤال، انت حضرتك دا تقارن، انا ما اريد احنا ندخل حتى بموضوع المقارنه، بس سؤال واحد، شنو اقتصاد فنلندا مقارنه بالاقتصاد العراقي اللي بلد نفطي وعنده هذا الموقع الجغرافي وعنده هاي الثروات الطبيعيه اللي تحت الارض، شنو المقارنه؟ ممكن تتقارن فنلندا بافضل اوضاع او اوقات العراق اقتصاديا؟ ممكن نقارنها؟ فنلندا ترى ما عندها بس الخشب القاعده تسوي بيه، بس تسوي هاي الباخرات بس القاعده تبيع بيها. يعني فنلندا تعتمد على وعيش الضرائب وهاي. يعني فنلندا تعتمد، فنلندا هاي الدولة اللي هي تعتبر من الدول اللي يحتذى بها وأفضل 10 جوازات بالعالم هي موجودة ضمنها. فنلندا 10 جوازات تعتمد، بس اسمح لي، يعني فنلندا تعتمد على الخشب والضرائب على هذا الاقتصاد اللي ده تصرف بما يعادل 500 دولار شهريا للناس. 500 دولار شهريا، ومع العلم لأن هم يحبون يشتغلون ما يحبون يأخذون فلوس من الدولة، لأن إذا هو يقعد يأخذ فلوس من الدولة يقول لك أنا ما لح استفادي، فمن لح يشتغل راتبه تقريبا ما يعادل بالشهر 3000 دولار، هاي أقل راتب. إذا وإحنا أصحاب المليارات، أصحاب النفط اللي رب العالمين وحده بس يعلم شو كتير يخلص، والثروات الطبيعية، صحراء الأنبار بها معادن وثروات طبيعية لو يتم التنقيب عنها حنعتمد عليها ونعوف النفط. عندنا هاي المليارات اللي ما دي يشوف منها العراقي أي شيء، ونسبة الفقر تجاوزت 30% وفق ما تقول الحكومة. تصدق ولو تعتقد يقولون بس الموصل، يقولون إحنا عندنا بس الموصل، يقولون عيشة ذهب. طيب. تصدق أو ما تصدق؟ أنا أشكرك يا سيد حسين من فنلندا، يعني يعلم كل العراقيين يدرون إنه العالم برا. همام حمود يقول لا دولة مثلكم بشنو؟ بشنو؟ الناس دا توزع فلوس، الدول اللي هي اقتصاداتها تعتبر اقتصادات عادية وبسيطة حاولت قدر المستطاع أنه هي توفر للناس قوت اليوم حتى يظلون ببيوتهم. الأردن دولة جارة ودولة اقتصاديا فقيرة مقارنة بالعراق، ومع هذا حاولت بكل استطاعتها وإمكانياتها أنه حتى على الأقل الخبز يوصل للناس وهم ببيوتهم. إحنا إش قدمنا؟ أو هاي الحكومة اللي اسمها يسمون نفسهم الحكومة العراقية إش قدموا؟ ما الذي قدموه وإحنا عندنا هاي النسبة المرتفعة واللي هي بازدياد مستمر طبعا نسبة الفقر بالملايين؟ شنو اللي قدمتوه أنتوا أصحاب المليارات اللي وصلت في بعض الأحيان سعر برميل النفط 140 دولار؟ حصل العراق على مليارات، اختفى أكثر من تريليون دولار أمريكي، وين راحت هاي الفلوس؟ عبد الرحمن من صلاح الدين، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 12. عبد الرحمن. ألو أسمعك. بس نص صوت التلفزيون إذا أنت قريب منا لو سمحت. تمام. هاي. تفضل. تفضل يا سيد عبد الرحمن. أنا فتى. عندي مناشدة واحدة. شلون؟ مناشدة. إيه تفضل. بخصوص المغتربين. معتقلين؟ معتقلين أصلي. نعم. أنا أخويا وأبويا وأخواتي 2 من 2014. نعم. ولحد هذا الآن يعني ما نعرف أي خبر عنه. أخين لو أخ واحد؟ أخين وأبو. أخين وأب، نعم. وهسه والله ملينا. منو أخذهم؟ ما جهة مغير، جهة ما حد يعرفها. ما حد يعرف. 27 برمضان، 27 برمضان، ورا السحور. الله يكون بعونكم يا عبد الرحمن، والله يفك أسر المظلومين، وأشكرك للمشاركة وهاي الأصوات المناشدات. نتمنى أنه من يستطيع أن يتحرك، وطبعا هذه المناشدات نحن نعتقد أنها يفضل أن تتجه إلى الخارج، إلى المنظمات الدولية، إلى المجتمع الدولي،
لأنه بالداخل لا حياة لمن تنادي. يعني ويا من الواحد يتكلم ويا مصطفى الكاظمي اللي أول ما إجى هرانة وعود لغاية هاي اللحظة، وأول ما سوى راح قعد ويا الحشد الشعبي، الميليشيات اللي صنفتها المنظمات الدولية أنه هي خطرها مثل خطر داعش على العراقيين، هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وحتى الأمم المتحدة تحدثوا عن جرائم هذه الميليشيات، يروح يسلم عليهم يلبس لبسهم. ويا من تتكلم؟ ويا مصطفى الكاظمي مثلا اللي يتوعد، وكل السياسيين توعدوا برؤساء الوزراء بالضرب بيد من حديد، واللي سواه يروح يلتقي بنور المالكي أو غيرها من هاي الوعود اللي أطاها واللي ما يتنفذ منها أي شيء. وسأمنع العنف المستخدم ضد المتظاهرين، ويوميا نسمع انتهاكات ضد المتظاهرين وضد الثوار في ساحات التظاهر. أو وين يعني القطاع الصحي وهالكوارث اللي نسمعها يوميا؟ ولذلك المناشدات حقيقة المناشدات تذهب إلى الخارج. طبعا رسالة سريعة، نقرأ الرسائل سريعا. أم كيان تقول السلام عليكم، أريد أوصل صوتي لمصطفى الكاظمي، إيش منتظر أطلق العفو العام. رسالة أخرى يقول قائد عمليات الأنبار أنه دا يدخل ناس يمنع النازحين من العودة إلى بيوتهم. في رسالة أنا طالب بالعفو العام، أخويا صار 13 سنة بسجن الناصرية السيد أم أنس. السلام عليكم، رسالة أخرى حتى ما نطول، بس من البصرة يقول يجب أن يكون إخواننا السنة الحكم يجب أن يكون للسنة. يعني هذا الموضوع أيضا تحدثنا به، وليست مشكلة من يكون الشخص اللي يحكم، المهم يكون عراقي وطني يدافع عن مصالح العراقيين في الداخل والخارج. وصلنا إلى الختام، وأعتذر طبعا عن من لم أستطع أن أقرأ رسالته. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.